من أجمل المنتجات التعليمية يا شباب. عندكم عيال صح ولا لا؟ هذا المنتج لازم يكون عندهم. افتح شوف. أنا قريت الكلام حمد صراحة، لين الحين بعرف شو اللي موجود داخل. شوف افتح، عندك القطعة هذه شلها شلها محمد. انزين، وتي معاها الكروت هذا. حلو. شوف هاي افتحها انت هلال. حلو. محمد هات القطعة هاي. هذه حلو. القطعة مجرد تشغلها. وهاي الكروت. وهاي الكروت. حلو هذه الكروت. هات الكرت الأول يا هلال. حطها. وين حطها؟ من هني. حطها داخل. ايه. لا العكس. قال لك. لا العكس عكسها هلال. اوكي تي. ايوه. شوف كيف. راسك كيوي. راسك كيوي. هذا بعد نفس وين مطلوب من داخل. ها؟ بالعربي وبالانجليزي. حلو؟ هات اللي بعده. شوف كيف. يا سلام. تفاح. ابل. بالعربي وبالانجليزي. سحر تعليم مبكر. شوف 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 شوف. سحر والله سحر هذا. شوف كيف. موز. موز نفس بنانا. صراحة خطير يا حمد. صراحة. اللي بعده. خوخ. بيتش. ما شاء الله عليك. ضغط على الزر هذا يطلع لك شو؟ موسيقى. شفت بتغير؟ يعني قبل الرقاد شغلهم الموسيقى الهاديه هذه، او انه في نفس الوقت تعلمهم. فهمت كيف؟ شو كيف؟ التم ضاغط عليها. شو كيف؟ بالطريقه هاي. وتقدر هني يخبرك عن اسم الكرت اللي انت حاطه. الشيء الجميل فيه شوف مثلا الملابس مع بعض حاطينهم. شوف كل شيء بروحه. شوفه الالوان بروحه. حيوانات. حيوانات بروحه. وين هذا توك طلعوه كان وين اخطبوط. كمل 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 خلينا نراويهم بعد شو الاشياء. شوف مثلا يا حماد يا طويل العمر هاي الاشياء. انزين اشياء مثل المهن بعد سيارة. شوف المهن طلع لك المواصلات. انزين هني اقرا اللي فوق. شوف غذاء. غذاء ايس كريم. العنوان يكون لك فوق. بطاطا حلوه. شوف هند. هند ما شاء الله. جوز الهند. خيب منو هند؟ هند بنتي. آه.